القادم سؤال فني جدا، ماذا لو أتى مريض ليك بأشعة دوبلر في مكانين مختلفين على العضو الذكري، لكن الأشعتين متناقضتين، ماذا تفعل يعني؟ خلاص يعني بيبان من الأشعتين إن إحداهما فيها مشكلة، لأن يعني لما يكون عندي مريض بيشكو بصفة دايمة إن عنده مشكلة ولا يستجيب لأي أدوية، ولما نيجي نبص للأشعة مثلا ونشوف مثلا اللي عمل أشعة مكان مثلا ما هوش على درجة، يعني ما بيهتمش بالحاجات العلمية الصح، ولا يعلم جيدا طريقة عمل الأشعة، لأن دي أشعة تعتبر متخصصة جدا، مش أي مركز يعملها، وكتير من المراكز للأسف ما بيبقوش مهيئين لعمل مثل هذه الأشعة من كل ناحية، إما إن اللي بيعملها مش مختص في هذه الأشعة فبيعملها كجزء من هو دكتور أشعة وخلاص، أو لأن هو مثلا ممكن بيحقن مادة خلاص بطلت ما بقتش نظرا لخطورتها يعني، وبقى ما زال هو بيستخدمها لحد دلوقتي فبيضر المرضى بتوعه. دي هنهملها جانبا دلوقتي وهنتكلم في ان التضارب ما بين الاشعتين. فالحكم بينا هو ان انا طبعا بعد ما بسمع تاريخ المرض من المريض وبعد فحص المريض وبعد الاطلاع على الاشعتين الاثنين والتناقض بينهم بقدر اقول والله انا ارى ان هذه الاشعه هي الصح والثانيه هي مش المعبره عن حالتك، وبالتالي احنا لابد ان احنا نكون ماشيين على اساس علمي، وهطلب منك بعد اذنك انك انت تعمل لي اشعه عند حد ثالث غير الاثنين دولت، حتى يعني اصل الى يقين ان اللي انا بقوله لك هو الكلام الصح.